بعد ما شفنا درجات الحرارة المتوقعة، خلينا نشوف الظواهر الجوية اللي هتكون موجودة مع دكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. أهلا بك يا دكتور. أهلا بيك أستاذ أحمد، وأهلا بكل السادة المشاهدين. صباح أهلا الفل على الفل. بحضرتك، صباح الفل. نعرف الظواهر الجوية اللي هتكون موجودة النهاردة وكم يوم اللي جاي. إحنا طبعا من اليوم هنبدأ نتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. المنخفض الجوي ده هيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة اللي هتساعد بشكل كبير على حجم جزء من أشعة الشمس، فبالتالي هيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار. بالإضافة كمان مصادر الكتل الهوائية نفسها، الكتل الهوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط معتدلة بشكل كبير في قيم درجات الحرارة. الانخفاض ده هيكون بمعدل من 3 لـ4 درجات عن الأيام الماضية، رغم أن الأيام الماضية ما كانش فيها ارتفاعات ملحوظة، لكن كمان اليوم هيكون فيه مزيد من الانخفاض ومزيد من الإحساس بالأجواء الربيعية خلال فترة النهار، لأن العظمى على القاهرة الكبرى متوقع أن هي تكون 28 درجة مئوية، فبالتالي إحساسي بالطقس الربيعي مائل للحرارة في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مناطق كمان من شمال الصعيد، طقس معتدل تماما في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ما بين حار لشديد الحرارة في الأماكن الموجودة في جنوب الصعيد. ده هيكون في فترة النهار خاصة مع وجود أشعة الشمس، لكن تمام. أول ما أشعة الشمس بتغيب هيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة خلال فترة الليل الصغرى. فترة الليل متوقع أن يكون 17 درجة مئوية، فبالتالي أجواء مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية، خاصة كمان الأماكن الشمالية اللي فيها مدن جديدة، أماكن مفتوحة، الأماكن كمان اللي بيكون لها ظهير صحراوي بشكل كبير بتحس بالبرودة أكثر، لأن اليوم متوقع أن يكون كمان في نشاط للرياح في معظم محافظات الجمهورية يساعد على تلطيف الأجواء بشكل كبير في معظم المحافظات، وكمان هيكون مثير لبعض الرمال والأتربة. الأماكن المكشوفة في مناطق من القاهرة الكبرى ممكن يكون فيها بعض الأتربة والرمال المثارة مع زيادة سرعات الرياح، أماكن كمان من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد دي الأماكن اللي ممكن نلاقي فيها بعض الأتربة والرمال المثارة. كمان طبعا مع المنخفض الجوي للطبقات الجو العليا فرص الأمطار هتبقى موجودة معانا اليوم في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، هي أمطار في مجملها خفيفة، ممكن في بعض الأماكن تزيد عن الخفيفة وتكون متوسطة على فترات متقطعة من اليوم، ممكن كمان نلاحظها في مكان دون الآخر، لكن مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية مع استمرار الاضطراب الشديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط. ارتفاع أمواج اليوم على البحر المتوسط وشواطئ البحر المتوسط ما بين 2 إلى 3 متر، البحر المتوسط غير مؤهل تماما لاي اعمال صيد ملاحه بحريه او حتى كمان اعمال التنزه، فناخد بالنا بس بقدر الامكان النهارده وبكره كمان من اضطراب الملاحه البحريه. كمان بكره متوقع استمرار الاجواء الربيعيه، استمرار فرص الامطار اللي موجوده بشكل متقطع على الاماكن الساحليه اللي هتخلينا نستمتع اكثر بالاجواء ومش هتاثر ان شاء الله على اعمال حجم الامطار هيكون ايه يا فندم يعني بالنسبه للامطار؟ هي في مجملها تكون أمطار خفيفة ممكن تزيد عن الخفيفة في بعض الأماكن وتصبح متوسطة، يعني خفيفة قد تكون متوسطة مش هتزيد إن شاء الله عن كده، ومش هتأثر تماما إن احنا نستمتع بالأجواء أو المهم نخرج إنها في ما أي تأثرش مكان. على الأجازة بس يعني. لا إن شاء الله مش هتأثر تماما على الأجازة، نقدر نستمتع كمان في وجود الأمطار ده، إن لقيناها في بعض الأماكن والأماكن الأخرى لا، لأن زي ما الأمطار مش هتغطي المنطقة الساحلية كلها بإذن الله، فهنلاقيها في بعض الأماكن والأماكن الأخرى لا، اللي بس هنخلي بالنا منه عشان بس ناخد بقدر الإمكان احتياطاتنا النهاردة لو إحنا خارجين مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية، يفضل يكون معانا كمامة أو نرتدي الكمامات لو حسينا بوجود الأتربة والرمال المثارة. هي مش هتبقى قوية بالشكل الكبير، لكن طبعا في أتربة ورمال مثارة ممكن نحسها موجودة في الجو. مهم كمان نوعية الملابس فترة الليل، لو احنا هنسافر فترة الصباح الباكر او فترة الليل المتأخر، لو احنا هنخرج فترة الليل الملابس الخريفية او قطعتين اتنين من الملابس تجنبا طبعا لنزلات البرد، لان في برودة موجودة في الجو، ونتجنب اعمال يعني اي اعمال لها علاقة بالبحر المتوسط ان كان اعمال صيد ملاحة بحرية او حتى كمان اعمال تنزه حتى انتهاء فترة الاضطراب. طب والبحر الاحمر؟ لا، البحر الاحمر الحمد لله معتدل تماما مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، ارتفاع امواج ما بين 1.5 إلى 2 متر، وكمان قيم درجات الحراره في المحافظات المطله على البحر الاحمر قيم درجات حراره فتره النهار نقدر نقول ان هي ما بين 32 33، فده يسمح ان احنا ننزل البحر درجات الحراره تمام. معتدله يعني اللي هيشتغل على فكره ان هو عاوز ياخد اجازه والموضوع فيه يروح المصيف او يروح يعني البحر، خليه في البحر الأحمر، البحر المتوسط يتمشى بس ما فيش داعي لاستخدامه خالص، بالفعل ان هو ينزل ناخد خالص. بالنا احتياطاتنا بالشكل الكبير. بالفعل. ممتاز، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، شكرا ويومك سعيد.